ربنا وفقنا الفترة اللي فاتت في ان احنا نكون فريق قوامه الاساسي، يعني قوامه الاساسي السنة دي السيزون ده من قوام الاساسي للفريق الموسم اللي فات. ابقينا على عدد كبير من اللعيبة الحمد لله، كابتن سيد عيد يعني طبعا اللي بكن له كل الاحترام والتقدير هو وجهازه الفني، الحمد لله اثنينا عليه لتكملة الموسم ده، والناس تاخد فرصة كاملة في الدوري الممتاز وتكوين فريق قوي يلي باسمه مكانة نادي بتروجيت. انا عايز اقول لك، انتوا جبتوا كام صفقة السنة دي؟ 13 لعيب. 13 لعيب جديد. 13 لعيب جديد. وابقيتوا على كام لاعب؟ ابقينا على 14 لعيب. والقوام الاساسي اللي بيلعب دلوقتي معظمهم من الموسم الماضي؟ التشكيل الاساسي اللي بدا ماتش بيراميدز حوالي 90% قوام الفريق القديم اللي هو كان بيلعب في دوري المحترفين. دوري المحترفين. بسم الله ما شاء الله. اسامي غير معروفه بالمره يعني. يعني هي عناصر معظمها عناصر شابه، احنا القوام الفريق كله عموما عناصر شابه، بنكون ان شاء الله فريق يلعب موسم واثنين وثلاثه لنادي بتروجيت، متوسط اعمار يعني تقريبا 24 25 سنه. فالحمد لله يعني كان في توفيق كبير في تكوين الفريق. عندكم الماتش اللي جاي مين؟ فيوتشر طبعا. عندك تعقيب على اداء الحكام او التحكيم؟ والله يعني احنا ما كناش نحب ان احنا نتكلم في موضوع الاداء التحكيمي، لكن احنا راضيين بالنتيجه، نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في تركيز اكتر. احنا نشكر طبعا لجنه الحكام، في مجهود معمول وخلاص يعني في تقنيه فار، فما بعد الفار يعني هي الفكره، ما بعد الفار. فعموما لا يعني على فكره عايز اقول حاجه صراحه، يعني امبارح الهدف التقدم كان في شك ان هو تسلل صح؟ تمام. وما رجعنا لتقنيه الفار احتسب الهدف. تمام. ونفس القصه في الـ في الـ في الـ في الهدفين اللي انتوا جبتوهم واحتسبوا تسلل. انا قصدي يعني ايه؟ ان حكم تقنيه الفار بيحط النقطه والتقنيه الفار هي اللي بتحدد في النهايه. بالظبط بالظبط. لكن رجوعه ده شيء كويس، يعني رجوع مره واثنين وثلاثه، يعني ما اعتقد ايا كان في صالح مين، يعني اكيد نتمنى طبعا انها تبقى في صالحنا، لكن ايا كان صحيح، لكن في النهايه تقنيه الفار بتطلع على حسب البوينتس او النقط اللي بتتحط. طبعا طبعا طبعا.